السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، فضلا وليس أمرا المرجو اشتراك في قناة المجلة لتتوصلوا بالجديد. في هذا الفيديو غنتكلموا على كيفية تتبع الملف ديالك في أحد المحاكم في ظل هذا الحجر الصحي أو حالة الطوارئ اللي كتعرفها البلاد ديالنا، وبما أن أغلب المحاكم يعني ما كتخدمش بزاف القضايا لسبب أنه ما يكونش هناك اكتظاظ، فيمكن لك أنك عندك شي قضية أو شكاية أو محضر أنك تتبعه من خلال الموقع ديال محكمتي اللي كانت الخانة ديال تتبع الملفات، انك تدخل حتى من الهاتف ديالك انك تتبع الملف ديالك. ففي الرابط اللي غنخلي لكم في الاسفل ديال هذا الفيديو تدخل الرابط ديال المحكمة اللي يمكن لك انك تلقى فيه القضية ديالك او انك تتبع القضية ديالك. فمجرد انك تدخل يعني كيف ما كتطلع الموقع اللي هو هذا المملكة المغربية وزارة العدل، كتدخل الخانة ديال تتبع الملفات اللي كتلقى فيها محاكم استئناف، المحاكم الابتدائية، ومحاكم استئناف التجارية، محاكم تجارية، محاكم استئناف الإدارية، إلى غير ذلك من المحاكم. فبما أنك تشوف القضية أنت اللي عندك، عندك محضر أو عندك شكاية أو عندك إلى غير ذلك، أنك تتبع القضية ديالك من خلال الهاتف ديالك. كتدخل مثلا المحاكم الاستئناف، ملي كتدخل مثلا المحاكم الاستئناف كتشوف القضية اللي عندك أشنو باش تتبع الملف ديالك، تعرف بالضبط أشنو اللي عندك. مثلا اللي عندك مثلا ملف مدني او ملف جنحي او جدول جلسات مدنيه، جدول جلسات جنحي، شكايه، محضر، فيمكن لك انك تدخل وتتبع التعليمات. ديروا مثلا ملف مدني، نختار ونخليه عادي ماشي تبليغ، ندخلوا المحكمه مثلا اللي غنختاروا اللي عندنا فيها القضيه ديالنا، ندخلوا المحكمه، نشوفوا مثلا نديروا مثلا محكمه استئناف بالجديده. يعني ملي كدير محكمه استئناف بالجديده كيعطيك هنا الرقم الكامل للملف اللي كيكون عندك في المحضر ديالك، الرمز، كدير مثلا السنة اللي نديرو، مثلا نختاروا سنة 2020، مثلا نختاروا 2020، نديرو الرمز ديال الملف ديالنا، كذلك الرقم ديال الملف. من بعد كنديرو بحث، كيدخل لنا الموقع، يعني كيعطينا جميع المعلومات الخاصة بالجلسة، امتى غتكون الجلسة، امتى المستجدات ديال القضية، الى يعني جميع المعلومات اللي باغي انت تعرفها على الملف ديالك او الدعوة ديالك او المحضر ديالك او انك تقدم شكاية، كتلقاها في خلال هذا الموقع. وبالتالي انك في عوض انك التنقل اللي كان او انك تمشي تحت المحكمة باش تعرف القضية ديالك، ممكن انك تعرفها من خلال الهاتف ديالك فقط، تعرف جميع المعلومات اللي ممكن باغي انت تعرفها. أتمنى أن الفيديو يكون نال إعجاب ديالكم واستفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.